حتى هو كيمشي على حساب الكاليتي، كيبدا من 300-350 كيقدر يمشي حتى ل 700-800 درهم حتى هو نفس الشكل. داير هو العصابه. العصابه عباره عن واحد التوب ابيض وكيكون مصاوب حتى هو، هو اللي كنصاوبوه على شكل. واش انتم كتاخذوا على شكل توب وانتم اللي كتصايبوه ولا كيكون الشكل ديالها هكا؟ كناخذوه تكون ولا كاينش اللعبه ديال 150 درهم 200 درهم داكشي كيختلف كما قلت لك سبق قبيله وقلت لك. واخا سي سفيان بغيت نسولك واحد السؤال قبل ما تدخل المحرك، شنو هي اللحظات الصعيبه اللي كيقدر يعيشها الفارس؟ اللحظه الصعيبه اللي كيقدر يعيشها الفارس هي هذا اليوم ديال الافتتاح. هو اول يوم. هو اول يوم حيت مازال ما عرفش الفرس ديالو كيفاش غادي يتحاور معاه، مازال ما عرفش المحرك كيفاش غيكون. هذه هي اللقطه اللي كتكون شويه صعيبه على الفارس، وكنتمنوا الله السلامه يتصاب يركبوا سالمين ونزلوا غالمين. واخا سفيان قبل ما كتمشيو انا شفتكم كنتوا دايرين، واش كتقراو الفاتحه ولا شنو؟ قبل ما كنمشيو كندير واحد الدعاء، لان الراكب مفقود والنازل مفقود الاعمار بيد الله. الفارس كيكون معرض اكثر خطوره، واخا حنا يعني مامنين هادشي اللي كاين، مامنين بالموت في اي لحظه، وانما كنكونوا قراو شويه اكثر، لان الفارس كيكون يدوه في الحديد رجلوه في الحديد كيموت كامل. ربي يحميكم اخويا الله يحفظكم يا ربي كاملين. كيبقاو خدامين فيه ثلاثة الحوايج، رجلو صبعو ودنو، هادو هما الحوايج كيبقاو خدامين في الفارس. يعني كتنساو كل شيء. كتنسى كل شيء في هذيك اللحظة كتبقى خدامة في ثلاثة الحوايج. ربي معكم اخويا ما زيدتش نطول عليك، دابا ان شاء الله غادي تلتحقوا بالمحرك ياك. غادي نلتحقوا دابا بالمحرك، كنتمناو الدعوات ديال الجمهور والدعوات ديال الناس كاملين ورضاة الوالدة ديالنا معانا. وبهذه المناسبة كنقدم التحية للوالدة ديالي الحاجة عائشة اللي هي كدعمنا من معايا دابا، وهي صاحبه الفرس المشهور مرزا. الله يحفظها لك. كنت بغيت تقول لماماك؟ كنبغي نقول لها شكرا وكنبغيك بزاف والله يخليك ويطول في عمرك. هذا هو اللي كنطلب من الله يطول في عمرها. شكرا. الله يحفظكم اخويا وربي يحميكم ان شاء الله. دابا غادي تاخذ الفرس ديالك وغادي تدخل. ان شاء الله ربي معاكم. شكرا الله يجازيكم بخير.